ما بعد، يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سورة التوبة آية أفر يسغاشن أي درس يناغا بلا ميا أعني كسو جري يدو إلهي سبحانه وتعالى وكورم أيو منافقين تا إيا غزوة دي أي كفة دي حذوبين غزوة التبوك وإلهي نص الشيخ سبحانه وتعالى سيدنا رجوك لا تجي وقاركود أيوب بيران دتك محصدها أو لجيت تجي جريا سيدا دمركي يا عرورتي يا وايلكي يا دتك دعافضها يا دتك ذوي العذاركها أيجو بين بين يعني وحويك الشيخي حال الدودة ودردار إيو يعني عوشه أنصحها إنه كان النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: هل كان وحاولنا وشيء يا دردار كاسنا ركوا جابسنا إن مركي هراء إلا بحي، لكن حتى مرك لو كنا غضا النبي جو غزوة ذكرنا غضا إلى هل كي هدرا كسي وضي دونا. إلى يحلى سبحانه وتعالى: يعتذرون وإذن عذر دارنا يعني إليكم إذن إذا رجعتم مركز كل نقطان إليهم أيها كات كل لابطان ومدينة أنت توقع كل نقطان ومدينة تكتان أيها إذن عذر دارنا أيان قل واحد إلى هذا: لا تعتذروا ها عذر دارنا، لن نؤمن إذن رميسن مين لكم إذن قد حقيق ذي نبأنا الله إلهي بانوغا ورمي من أخباركم حال دينا يا رمين أردن إله بأنه شيئا وسيرى الله إلهنا وأركا يا عملكم عمل كي نوارك دونا يا ورسوله رسول كي سباء أنا والله ظاهرين دونا ووحي نقونا يا وحم وغضاءات كعي بودان ثم تبضيتنا تردونا والذين عرين دونا إلى عالم الغيب الله وحمقنا أردن عالم كي حقال قوة إيا والشهادة وحمق إلى عالم قوة أيها الذين علين دونا حقيسا فيربئكم وحوذين كورم دونا بما وحي كنتم هذا هيدان تعملون كي عمل فلا وعماش يتمينيسين بإلى إذن شيء دونا سبحانه وتعالى وحكوا رحمة يا مركا الله سبحانه وتعالى منافقين تا مركا النبي أصحاب تيسو تبو كرن غضان إن أي عواشا بلابي دونان أي كغا عبان أيان صوابتي كان ريبتي غزوة دا وأي النبي قوي من دونان عليه الصلاة والسلام نبي قنا وركي بالا سيسين أيا ولبو حلو شيغ أيان لفذي حضين دونو وإلهي ظاهرين دونا عماشو دا أي قرصن أيان إن الله سبحانه وتعالى موجنا إياه سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ما شو ذين الدنيا ذا لقوا ظاهرين إياه هدنا إله سبحانه وتعالى قيامة ومرك كف ذا حذين دونه أيضا الله ورحمه دونه وحي قبنيين المنافقين مذودي يبيتي كشقينيين سيحلفون وإذين دارن دونا بالله الله يذين كل دارن دونا لكم إذنك إذا انقلبتم مركات نقطان وتبوك النقطان إليهم أيقاذوا النقطان مدينة لتعرضوا سيادوا قتش يستطان عنهم أيق وعن أنت إيو محاكم هذا الدررت هذا قتش وجسان أيي أوقيت إذن كل داران دوران والدار دي أهربان نسكو دفاعان وأي حقك بحثان لكن ما دار حقيقة كدسان فأعرضوا إسكي قتش يستطان عنهم أيق فإنهم أيق رجس وقرنوي ونجاسوي وصخوي يعني مركا ما مضنا إن أتلصي مرنتان أما لدعودان أما أستكد أيضا إن أتقن عصار ومعواهم هو يقودون جهنم جهنم ويه
جزاء أبالمرين أيو نقريا بما كانوا يكسبون وعي أي كسبذين لقوا أبالمريي وجهنم وحيو نقطي هوي قودة وأبالمرين درت لقوا أبالمرين بما كانوا يكسبون يحلفون ودارنا يان لكم إذنك لترضوا عنهم سأدورها لنقطان وإذنك مركا إذن قنعيانات محاكرا هذا العمل كودة مركا وقع بشان فإن ترضوا هداد كرها لنقطان عنهم أيها فإن الله إلهي لا يرضى كمرها لنقطان عن القوم الفاسقين قراء فاسقين تدعى ذا إلهي سبحانه وتعالى كبحذي إلهي رأى لك النقطان مايو مركا رأى لها شيء ناذيك يا رسول الله يا مؤمنين تكلبا أي هذا الكاف مشار نماذا كوغن عيان محوكما بدل إيسو نمان كان عقيدة ذا يدين ذا إلهي سبحانه وتعالى ما يقام كأيك تاجيهن سببته وفاسقين وخارجين عن ضاعة الله وضاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. مركم رافقين تأ أي إلهي سبحانه وتعالى هالكاس أمرنا يوم. الأعراب أشد كفر ونفاق وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. هالكنا إلهي سبحانه وتعالى وعكور بحنا يا عرابت وأن منك باديها الدجناء. ميغا كنا را أي إله كلا قيبنا يا وحولا الشجع يا قارقودين أي مكفارين قار منافقين أي نيليهين قار ضاع عظم مؤمنين أي نيليهين وأكو حل قاس مدينة هريره إذا كنا را إير ميغا هوي أن مركا وعروت الماما يا الله سبحانه وتعالى قاعدة جود أو إن دتك بعديها كنا على مر والبا أي حاجة فهم كدين تكفجهين صابتها ده علومتي أيان سب يعني وحوى يفضد وذا جارينين هو هذين نقول الله يتفهم كي كتاب القرآن كا يا هذين نقول الله السنة النبي عليه الصلاة والسلام من تبا وعكدوا ركسيهين سيدا درت بين على العرب ودت كريمية أما قلنا كريمية أشد يجا درا كفرا قال لماذا يا ونفاقا حق مرافق لماذا با أيها أيك يعني وحويان أذك كرق اللفسن دتكر هير مجالك من أهل المدن يجا ك أذك بولا الله سبحانه وتعالى وأجدر يجا أنا كم ظن أو قدو الله يعلم إلى يوم ويان حدود ما شيء يعني وحوي حدود يسا أنزل الله إلهي سودجيه معنى شرعي إلهي سودجيه حدودها يوحيابي يدحي حرام تي حلاشة إليك لفهم ويان أيها أوحق نما بضان أما أيها أغم بضان بولي الله سبحانه وتعالى ما أنزل الله على رسوله وحلاي كسودة جي رسولك صلى الله عليه وسلم والله إلهين عليم وإله قنت بضان حكيم حكم كوناك سلوي حكم إيا حكمة سغا يكون ماذا الله سبحانه وتعالى وقت المانتا عليه كلا يلكم حكاوى ورمايا اعراب توحل الى ذا ديسك باديها كنور انا اما هنغضان عرب اما اجم هنغضان وحلو يقانا ديسك باديها كنور ميلاس ايغو كل بحوله ضد ماشي اي بيا كهليان ما بات كهليان ان راتسده اورير غوراغه او بدن ايغو ان الحضر كان هين ميل دغنين با اعراب لا يداوي قال الله سبحانه وتعالى وحتى الماما يا دتك اين دين تكون يرتهي وفعلا وانا عين كاس او يعني وحا ويان حد كدري ميسا ان دد اد قلقلف سنين ان هدي الله كو رويهي ان حن كرادا وادد ادك وحا كو ير فهمك دينته وحا لغا يابا خيا بدنو ده دتك مغالده جوغا اي هليان ان انا ايغو هلين سادرتيدا وحا لا وريا حديث النبي قال يا من سكن الباديه الجفا قف بادية دجا هو انجيجية يعني قف انجيجي أو محاك ردا قال في أيون نقرية المركا يعني وحوي و و و يعني وحوي الحالة في عن معها أن سلاك له وحلا وريا نتابعية هاي وتابعيتي ووهنيت كم إذا هوري بلا إلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا رشي سوى سوق على لكن اسمه يا عرق زيد بن الصوحان بالأرني ايا وحكم ذا رجيكو يا دقالك إنها وند فتح الفتوح لورنجري حلق عمر بن الخطاب سنة كيكوبي اللواتن هذه هجرية الجهاد كاكا قيب قلي مركا قعام باكو قوضي قعان تاس
ayaa go'day bidix dabadeetana nin reer baadiyaa ayaa wuxuu dhagaystay isagoo dad wacdiyey oo masaajidkii dadka kala hadlaya oo hadal fiican jeedinay markaasaa wuxuu yidhi wallaahi ina xadiiduka la yucjibunii warkaagani waa war aada u qiimo badan wa ina yaduka la turiibunii gacantaaduna way iga shaki gelisay gacantaaduna way iga shaki siisay buri ari hadalkaaga iyo gacantaadu iskuma kay qabanayaan anaa in deetuuga gacanta lagu gooyey ayuu u qaatay markaasaa wuxuu ku yidhi maa yaribuka min yadii maxaad uga shakiday gacantayda innaha shimaal war waa bidixdiiye maxaad uga shakiday buri anu ma kala aqaanay buu yidhi in bidixda la gooyey in midigta la gooyey qofku markuu xado in midigta la jaray in bidixda la jaraba ma kala aqaano markaasaa wuxuu yidhi sadaqa allaahu tacaalaa alacraabu ashaddu kufran wanifaaqan waajdaru anlaa yaclamu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulihi marka dabcan waa dhici kartaa in afraad fiican oo niyad fiican oo mukhlisiina laga helo sida aynu xagga dambeba ku arki doono dad wanaagsan oo daacadah oo diinta u adeegaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhawaashiisa iyo qurubaadkiisa raadinaya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisa raadsanaya inay jiraan laakiin way yaryihiin waa aqaliya weyn saa darteed yani waad aragteen baadiyaha haddaadaad baxdo wax salaatukadaaba ku yarow iyagoo yani lamana odhan kara dee salaada may gaadhin inay waajib tahay oo maxaan ku dhaha aqoon daraa ka haysa la odhan maayo way gaadhi laakiin waa iskala qabsadeen nolosha qallafsan iyo xoolaha ay daba yaacayaan iyo beeraha waxa ay ku mashquulsan yihiin ayaa wax badan dhaafinaya waxaana ku yar waxa la yidhaahdo maadaama ay nolol adag oo qallafsan ku nool yihiin xataa naxariista iyo dabacsanaanta iyo haddii lagu rooyahay isudamqashada ayaaba ku yar waa dad dee hantidoodun ku xisaabtama nin walba intiisa yar un eeganayo bartiyaqaan saa darteed waxaa la yidhaha takaafulka iyo inay dadku isku damqadaan iyo inay iscaawiyaan inay isgacan siiyaan badankooda waa ku yar tahay khaasatan markay dadku dad reer guuraaya yihiin oo dadagaalla iyo xuruub iyo waxnoocaasoo kale ku nool waa ka duwan yihiin xoogay dadka beeraha leh ee degaanka ah ee had iyo jeer ayaga meesha loogu imanaya sidaa darteed baa waxaa u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam qola reer baadiyaa waxay arkeen nebiga oo dhunkanaya caruurtii awowga u ahaa waa la yaabeen oo waxay ku yidhaahdeen ataqbaluuna sibyaanakum war ma caruurtiina dhunkataan sidika rag waaweyna ma waa caruurtaad dhunkanaysaan markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi haa markaasaa wuxuu leeyahay anigu toban baan dhalayo weligay dhunkashaa iska daaya xataa dhulka kama qaadin markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo miyaan anigu idiin awoodayaa haddii ilaahay naxariistii quluubtii naga saaray ma naxariis maanta ku shubi karaa marka waa sidaas inay aada ugu adag yihiin xagga kufriga iyo nifaaqa ayay aayaddu tilmaamaysaa wey waa min alacraab waxaa ka mid a qoladii reer miyiga ahayd man qaar baa ka mid a yattakhidu ka dhiganaya maa yunfiqu waxa uu bixinaya xoolaha laga qaadaya la leeyahay jihaad baa lagu gelaya ama zakadii baa kugu waajibtay maqramaa khasaaruhu ku qoraya shay khasaara ah oo yani waxa weeye qaraamaada ama yani waxa weeyaan dee lagu khasbay oo gibira ayuu ka dhigayaa buu leeyay alla subxaanahu wa tacaala wayatarabbasu waxaanu idinla sugayaa un bikum idinka addawaa'ir wakhtiyada adag ee musiibooyinka ayuubuu idinla sugayaa oo hadhow haddii aad daciiftaan wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ma bixinayo xoolaa miyaad ila leedihin laakiin maadaama aad awood leedihiin oo haddii uu iswaalwaaladii xoog lagaga qaadayo oo weliba xoolo kale lagaga darayo oo garaaxa ayaa uu wax u bixinayaan buu leeyay alla subxaanahu wa tacaala laakiin ikhlaas iyo alla dartii iyo ha kaa horreysa berri baad u aayi doontaa uguma jirto calayhim korkooda ha ahaata daa'iratu saw musiibada wareegta aafada wareegtaay ha ku dhacday buu leeyay alla subxaanahu wa tacaala wuu habaaraya ninka ilaahay habaaray maxaad u malaynaysa wallaahu ilaahay samiic wa ilaaha maqalka badan caliim ee aqoonta badan la weeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba waxa uu leeyahay waa uu maqlayaa waxaa haddii su-aal la weydiiyo ku jawaabayo ilaahay wuu maqlayaa cidda la hadlaysa waxay ku leedahay wuu maqlayaa maantii caliim weeyaanoo qof walba ujeeddadiisa iyo xataa waxa uga gol leeyahay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqoon u leeyay waa min alacraab waxaa ka mid a nimankii reer miyiga ahaa man qaar baa ka mida yu'minu billaah ilaahay rumeeyey
واليوم الآخر يا مالين تدمر رميه أو يتخذ كيرانيا ما ينفق وحو بحين يبا قربات شيء لو قد واذا عند الله إلهي أكتس وقد واذا أيو كدغانيا إلهي بسيا كدغانيا والله سبحانه وتعالى أيو سيدي من أيا وصلوات الرسول يدعوين كالنبي عليه الصلاة والسلام أو الرباي النبي قلنا ودعيه لأنه قلنا مركو الزكاة أو كركا قاضو هو دعين جري إدي الزكاة قاضو بركا أو الرباء إنو النبي قلنا الدعاء كهلا إلى أكتي سنة وكيد لكتو وقار نوع عاصو كلا أيا كم إذا ألا هويا إنها نفقدا إبحييني قربة لهم دوين إلهي ودوين إيسو أي أطايو إلهي ودوين إيسا سيدي نيودين بان إلهي كاقبل يا سبحانه وتعالى سيدخلهم وحقرين دون الله إلهي وحقرين يا في رحمته نحرسي سيقرين يا إن الله إلهي غفور وادن بدافة رحيم نحرستا أنا أتشنى ذا إلهي قرين يا وي ومحل الرحمة وقالك إلهي سبحانه وتعالى آخره ودوما ذي سيقول نحرسنا يا بركة يعني وحوة يا شيء قبل عبري يا وحي هليين أيضا اللوغة جدا محل كي أي قليين أو جنة دي يوي جنة دي قليين نحريس دي إلهينا وأي هلا ينبو لي الله سبحانه وتعالى مركا أن كواسنا ويجران محاين أصاب حي نافقين تينا يجران ضد هذا ويقلفت وحنو جدا عراب تينا يجران ضد هذا أو مخلصين أو إلهي سبحانه وتعالى دين تيسا إلي يعني وحوية وحق الشدان دونية قارنا وكواس منافقين تا وأيغو أن دونينين إلهي واحد إلهي درتي وبحيان لكن عبس درتين وحب بحير أيها قنوة كفار دي يعني وحويا قالا يعني وحويا دي حلق آد بو بضنائين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات لكن إلهي سبحانه وتعالى وعوكو أمانا يا مؤمنين تي مهاجرين يا أنصار الله هيد النبي قيس بربر تاكتي عليه الصلاة والسلام وعنوا لي يا عل والسابقون الأولون وصابقون كوي ديري إبذي الأولون إيه الرئي وعدي بدر حاضر تي أي لي بعض المفسرين قال نوعي لي وأصحاب بيعة رضوان أي لي أو من المهاجرين مهاجرين إيا والأنصار أنصار بره إيا والذين كوا اتبعوهم قراعي بإحسان وناك قراعي وعمل كالصالحة هل كي يغناي يعني وحويا مرين كتب مري رضي الله إلهي وكرى لنقضي عنهم كواس ودا عدو ذي ما إلهي أقبلي ورضوا عنه أيغنا رهالي كنقضين أبا المرين تي إلهي سيبه كغنعين وكفر حسينهين وأعد لهم وحود ياري جنات جنوين تجري أيقول قليان تحتها هوستيد أيقول قليان الأنهار وبيال أيقول قليان خالدين حالي كواريا فيها جنداس أبدا ولي قد معناها كبحي مايان كقوري مايان يعني وحوية كعجس مايان هالكاس أي كنا غانيان ذلك كاسنا الفوز العظيم واللي بان تبوين بولي الله سبحانه وتعالى وأنت وين هنا ضمد أصعيان وأي مال يمرق بكبحيان مذن وتسل يا الله سبحانه وتعالى مركا سابقون الأولون فصرين تقار وحي ليهن وصحابة يوه الرئيسي النبي عليه الصلاة والسلام رميسي أما صارها هذا أما هجرينها هذا مركا سوك له الرئيين بين أوكل فضل بذين قال وحي ليهن وأصحاب بدر وقالت لك ان تكون هناك بدر كقيب هناك بدر تكون هناك نبي راعي عليه هناك والسلام تكون بدر من يكون هناك سلام يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من حساب هناك من يكون هناك من يكون هناك من لكن هناك من يكون 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 هناك من أرقام مفسرين تقاركنا إليهين وحلوقة جيدا وأصحاب بيعة الرضوان وحديبية رعضي مركي النبي عليه الصلاة والسلام حديبية ويمدين سقو سوع مريسانا يقالدو أيهر جوكسدين وكيد عثمان دير النبي عليه الصلاة والسلام يلي بلنمانك وحيدون إياه دير كلاسو هذا واربع سوقار المسلمين تلليه عثمان بالدليل
dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisiiba isugu yeedhay, waxayna heshiis ku galeen inay dagaal galaan. dagaalkaas marka aan laga soo noqonin ilaa inta ismaan laga soo furanayo ama ay ku wada dhammaanayaan. marka geed buu hoosteeda kula galay nebigu baycada, 1,200 bay ahaayeen. culimada qaarkood ama axaadiista qaarkood waxay warinayaan 1,400, qaarkoodna 1,500, qaar inta u dhaxaysa ayay sheegayaan. tiradaas marka asxaaba baycata ridwaan ayaa saabiquuna alawaluun noqonaya ayaa bacd mufasiriin laga wariyey. qaarna waxay leeyi waa asaxaabu kulluhum, saxaabadii oo dhan ayaa saabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar noqonaya wey. marka waladiina tabacuuhum biixsaan yay noqonayaan haddii la yidhaahdo saxaabadii oo dhan ayaa waxay yihiin asaabiquuna alawaluun, waxay noqonayaan cidii ka dambaysay ee iyagana dariiqoodii martay wey, cidii ka dambaysay ee dariiqa ku raacday ama taabiciintii yacni waxa weeye ku xigay ha noqdeen ama taabiciintii ha noqdaan ama ilaa dee yowmina haada alla wixii dariiqii saxaabada maray ayaa ammaantan yeelanaya iyo ballanqaadkan ilaahay subxaanahu watacaala ayay yidhaahdeen. qolada leh waa asxaabu bader iyo waa asxaabu baycata ridwaanna saxaabada intii soo hadhay ayay noqonayaan waladiina tabacuuhum biixsaan. ayankaana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ammaanayaa saxaabadiisii saxaabadii nebigiisa oo diintan isbarbar taagay iyo kuwii dariiqaa saxda ah ay mareen ku raacay. marka dee hoog iyo inkaari waxay ku dhacday cidda kuwa isku doondoonata ee wax ka sheegta wey, ama qaar kala dhex baxda oo yacani waxa weeye aflagaada iyo waxyaaba aanay geyin kula kacda, khaasatan nimanka la yidhaahdo raafidada inkaartu ku dhacday oo kii ugu fadliga badnaa saxaabada rasuulka abuubakaru sidiiq radia allaahu tacaala canhu ayay ceebaynayaan, isaga ayay wax ka sheegayaan. marka sidaa darteed ayaa waxay leeyihiin culimo badan nimankaasi waa niman waa xukumeenba waxay ku xukumeenba nimankaasi inay dee yacani waxa weeyaan bilaaddiin yihiin, sababtoo ah marka la yidhaahdo saxaabada nebiga ridwaanullaahi calayhim waxa laga sheego ila qaarkood waxay soo gaadheen 5 saxaabi mooyaane inta kaleo dhaniba inaanay muslimiin ba ahayn. marka kuwa noocaas oo kale ah culimo badan way ka saareen ba diinta islaamka, waayo haddii aynu nidhaahno saxaabada 5 mooyaane inta kale muslimay ahayn, macnaha axaadiista rasuulka la wariyo dhan waa inaan iskaga tagnay wey, magaal baynu markaa wax ka qaadanayna. waana halka ay gaaladu ka soo galeen. ilaa mar kastoo waxaad ogaataa saxaabi la weeraro waxaa la weerarayaa xamalatu sunna, raggii sunnadayna soo gaadhsiiyey. walidaalik baad arkaysaa dadka ay bartilmaameedsadaan waxaa ka mid a nimanka mustashriqiinta ah saxaabiga la dhahda abu hurayra radia allahu tacaala canhu. abu hurayra waa saxaabiga leh axaadiista ugu badan ee nebiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam, la ysku waafaqsan yahay. marka haddii la yidhaahdo axaadiista abu hurayra yacni waxa weeyaan muran ha la geliyo halkaa la yskaga tiiriyo, dee wax fara badanoo inay alle ku caabudaynaa meesha ka bixi doona. marka halkaa u dhimanaysay garanayaan nimanka ujeeddada leh ee gaalada ah, waa laga yaabaa marka qaar ducafaa ama munaafiqiina oo dee ka daba qayliya oo waxay leeyihiin oo ka daba yidhaahda inay iman karaan. sidaa darteed saxaabada ridwaanullaahi calayhim ilaahay baa wuxuu yidhi radia allaahu canhum waraduu canhu wakaas wey. marka qof ilaahay raalli ka noqday markaad adigu tiraahdo aniga yacni waxa weeyaan maxaan ku dhaha eed u samaynaya ama ceeb u samaynaya ama wax ka sheegsheegaya, dee alla subxaanahu watacaala halkeed kala geli doontaan? yaase kuu dirsaday saxaabada rasuulka ridwaanullahi calayhim inaad badda gasho iyo shaqada inaad ka shaqayso yaa kuu dirsaday? ma ilaahay baa inoo diray subxaanahu watacaala? ma nebiga inoo diray calayhi salaatu wasalaam? soo nebigu ma odhanay asxaabteeda ii daaya? asxaabteeda daayu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. mar hadduu yacani waxa weeyaan nebigii yidhi sidaas ilaahay yidhi raalli baan ka ahay, ha isku doonani baddaana ha geli weyn, iska ilaali. yaanay yacani waxa weeyaan nimankaa diinta dagaalka kula jiraa si dhuuban wax kuu gelinin iyo waxyaabo yacani waxa weeye been abuurada oo ay markaa la yimaadeen. ilaahay wuxuu leeyahay radia allaahu canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajri taxta alanhaar, waxa ilaahay u diyaariyay jannooyin ay qulqulayaan hoosteeda webiyaal. marka waxaad ogaataa cidda
haddii aynu idhahno asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar saxaabadii oo dhan baa looga jeedaa, waladiina tabacuuhum biixsaanna waxay noqonayaan dee waa kuwa iyaga wanaagga ku raacay. Idan marka waxaad dareemaysaan cidda saxaabada wax ka sheegtaa ma aha cidda ixsaanka ku raacday wey, cidda ixsaanka ku raacday ma aha, waa sidaas wey. Marka iska ilaali saxaabadaad wax ka sheegto ama cid wax ka sheegaysa inaad degaysato, sababtoo ah munaafaq nifaaq ayay kugu beerayaan, halisna waa ay ku gelinayaan wey. Taabicigii la odhan jiray Cumar bni Cabdilcasiis ayaa nin u yimid, wuxuu dooray inuu Cali bni Abi Daalib iyo rag ka mid a wax ka sheego. Cumar saad ogtihii wuxuu ahaa Bani Umaya, nin caadila buu ahaayo, taqiya oo yani waxa weeyaan ka mid a madaxdii ugu qiimaha badnayd ee caalamulislaami soo martay. Laakiin dowladda uu dee madaxda ka noqday ee uu dhaxlay waxay ahayd Bani Umaya, oo ay aad iskaga soo horjeedeen qoladii la odhan jiray Aalu Beyt. Yani waxa weeyaan marka isagoo taa yani waxa weeyaan ku andacoonayo u yimid, wuxuu rabaa inuu dee munaafiqnimo iyo wax ka shaqeeyo. Su-aal buu weydiiyey, wuxuu ku yidhi horta adigu ma muhaajir baa tahay buu ku yidhi, muhaajiriinti miyaad ka mid? Markaasuu yidhi maya. Waay, haddaba ansaartii maad ka mid tahay buu yidhi, maya ansaarna mayhim, anna waxaan ogahay buu yidhi inaad qolada saddexaad ahayn. Labada haddaad adigu qirtay qolada saddexaad inaanad ahayn baan aniguna qirayaa. Oo maxaya suuratul xashr waxay noogu iman doontaa, ilaahay wuxuu ammaanayaa marka hore dadka muhaajiriinta, lilfuqaraa ilmuhaajiriin aladiina ukhrijuu min diyaarihim, haddana ilaahay muxuu ku xujisinayaa waladiina tabawau daara min qablihim, waa ansaartii kusoo dhaweysay magaalada Madiina iyo degaankeeda. Maxaa lagu saddexeeyey? Waladiina jaa-uu min bacdihim, waa kuwii ayaga dabadood yimiday. Ilaahay muxuu yidhi yani waxa weeyaan ilaahay waxau u baryayaan walaalahoodii ka horreeyey, aladiina sabaquuna biliimaan, ilaahay u dembi dhaaf walaaladayadii nooga horreeyey iimaanka ayay odhanaya. Adigana hadda dacaayad iyo waxaad wadaa yani waxa weeyaan inaad wax ka sheegto. Marka qoladaa saddexaad ee waladiina jaa-uu min bacdihimna kama mid ihid, muhaajirna ma tihid, ansaarina ma tihid. Idan yani waxa weeye dabaqaadkii ama haddii muslimiintu ay dabaqaad lahaan lahaayeen saddexdii dabaqe ilaahay ku sheegay midna kuma jirsid. Marka halisa gelin yaa naf min shaari yaanu ku helin, oo yani waxa weeyaan dee laga soo dhaadhiciyey afkaartii iyo maxaan ku dhahdaa suntii mustashriqiinta ay ku weerarayeen saxaabada nebiga ridwaanullahi calayh. Wamiman xawlakum, ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, wamiman xawlakum, hareerihiinna waxaa jooga wamiman xawlakum, kuwa hareerihiinna jooga oo min alacraab, reer miyiga ah, waxaa ka mid a munaafiquuna, munaafiqiin baa ka mid a. Wamin ahli lmadiina, reer madiinana waxaa ka mid a munaafiquun, ayagana munaafiqiin. Munaafiqiintii reer magaalkiina way yeesheen, reer miyigiina way yeesheen, oo kuwa magaalada Madiina kula joogaana waa munaafiqiin, kuwa magaalada hareeraheeda degan oo reer baadiyiina waa munaafiqiin buu leeyahay Alla subxaana wa tacaala. Maraduu cala nifaaq, nifaaq bay daa'imeen oo ay joogteeyeen ayuu leeyahay Alla subxaana wa tacaala. Maraduu cala nifaaq bimacnaa istamaruu, waxay daa'imeen oo ay joogteeyeen oo ay ku adkaysteen waxa munaafaqnimada la yidhaahdo, oo waxaa la yidhahdaa yani waxa weeyaan inaad iyo madax adayg, cana watajabara, haddii la yidhaha marada macna cana watajabara, yani waxa weeyaan wuu iskibriyey oo yani waxa weeye wuu madax adaygay ayaa la yidhahdaa. Waxaa kaloo la yidhahdaa yani waxa weeyaan shajaratun mardaa, geedku markuu bilaa caleemyahay yani waxa weeyaan mankaasi waxay u xuubsiibteen oo ay u baxeen wax munaafiqnimo la yidhahda isugu biyashubteen. Waata qofka bilaagarka amrad la yidhahda wey, amrad yani waxa weeye timo malah, macnaha nimankan wax alle wax iimaan oo ku hadhay ma jirtee, munaafiqnimo ayay iskugu urureen buu leeyahay Alla subxaana wa tacaala. Laa taclamuhum, ma ogid nebi allow, naxnu naclamuhum, annaga sanucadibuhum, waan cadaabi doonaa maratayn, laba goor ayaanu cadaabayna. Oo maratayntaas markaa dunyada lafteeda in lagu cadaabaya mufasiriintu u badan yihiin, waxaa ka mid a markaa in dee dagaalba lagu qaado iyo mayna in la fadeexadeeyo,
وإلهي عيبه و يعني وحوه يان عيبته ذي وبرايه ذا قرصان يان إلهي بناك صادقه ثم يردونا لماذا يتنوح اللوع إلين دورا إلى عذاب عظيم عذاب وين وآخره أي دبلوغ إلين دورا وآخرون قليك لنا أو يعني وحوه يان وقوم آخرون قولك لك اعترفوا وحي قرتين بذنوبهم ذنبيذو ذي بقرتين خلدوا وحي اسكوك برحين عملا صالحا عمل وناكسا ومعناها هنا يحرين الدنبية هي كما خاتك عين بولا يا الله سبحانه وتعالى والنبي قوة قرتين أيها أخرنا أعمال وناكسا وسمعيه دي جهاز كسوة قيب قالي ودينة النسرة دي دي هلمات كذا لوغو يقاني خلدوا عملا صالحا عمل وناكسا إيوا آخر متك لأو سيئا حن ومعناها رتان كي كهرين حلقي جهاد كوبا حيث يكهرين وي أيغو وحسي وي قرن ينين الدن بلياليهين إنه خلطمين إنه قفين نبي عليه الصلاة والسلام أي ميلك قد عير يعني وحوي محنكور أدعي تانكيسي لكن كما يحاين قال لما إيا منافق نما إيا شكي كجري وحيا هاي وحسي إيا الدنيا دعو يرجي ذاتي وي مركا كواني كواهورة وكدويهين عسى الله إلهي سبحانه وتعالى ومبدأي أن يتوب عليهم هو أين كتب أقبله إن الله إلهي غفور وادم بدافع رحيم نحريسته أنا قل هذا إن وقلك له أمر فقنتي ما صحه لكن الدنيا جيدتي وحكم ذهب إلى هذا صحابي لورنج أبو اللبابة يقول يو نبي كاره عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك يعني وعويان مركو ده ترى صور نقضي النبي عليه الصلاة والسلام أيه تيرشي مساجد كاسكو حرام كاسا وعيد هذا وانو خلدني وانو تقفني وانو دنبابني النبي قلنا غفر مبيان عليه الصلاة والسلام هل كا كان دقاق ما ينو كتا النبي كفر عليه الصلاة والسلام مركا كواس أيه وكوي هراء وكاسو كيان ولمن إلهي سبحانه وتعالى ورجقلي وإلهي علي عصى الله وأن يتوب عليه إلهي سبحانه وتعالى وعلى غي أبين توبتك أقبله الصاد نادى هذا حق إلهي كتما دون وحي وحي تلمانتا بل إلى وجوب أي تلمانتا أو ده بقرة هذا إيه بناء ذا كلفته ذا أي أبا قف مركم مذح نقضى ما من صرف قاره وحو هذا الرجال هذا كله واقع وحلا قف شادين أن رجدا قف كوبينين إنين الله محافظ مال الله سبحانه وتعالى ورجع عسى الله وأن يتوب عليهم وعدت السنة يسامر كادات كرينا ونكسنانا يان إلى أين كتوبة أقبل يوم خذ كقات من أموالهم حوله ذا صدقة صدقات كقات تظهرهم آت كت ظهر إيسو وتزكيهم بها سلامر كانا آت كت تربيين إيسو وإيمانك ذا آت كت كبعين إيسو وتربية ذا إيو أدية لكور رؤية إسلاحين تو ذا آت كت شقين إيسو وصلي عليهم وندعي ومركا صدقة بحيان نبي الله ودعي أو يعني وحوية يعني وحوية إلهي هذه بركة يرده مركا إن صلاتك إن صلواتك صلاة هاغو سكن وحويه دقناشو لهم أيان وقلوب توضاك حسن ليسا دين توضاك سقنا ليسا والله إلهينا السميع وإله مغلك بدن عليم إعقونت بدن لوي وإله مغل يا دومدي سواحي قوان ليان سلامر كان أق وحقلوبته ذا كجرتا وحي الصحة يا وحي خلدن انت ما إلهي سبحانه وتعالى حوغال بوكوية هاي كبعض المفسرين وحي الله يخذ من أموالهم صدقة تظهرهم وحلوغة جيدان لما كان يقو قرتين يقفين يعني يقو عذار لهين كاهرين لكن إن خلدمين قرتي وطوبات كياني توبات دو داس واحد كقاضة إن يحنتبحيان يعني وحويان إن مقرأوا أي سميان فصلت قاركودنا وحيليه آيات وحي أصلوا تهي زكاة اللي قاذي النبي عليه الصلاة والسلام لفري إنو زكاة كقاضة ذاتك أغنية يا مسلمين تحولوه ذا إنو زكاة كقاضة تاسع تلمام السادر تيضا آياتا دي واحد هذي أجير لو دليش هذا مركا كتبها فقه قمر عيسو حكم كالزكاة مركا لقاها الله أمركا آياتا كسو أروري أيا لو دليش هذا أيا لو دليش هذا سادر تيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه markii ay nimanka murtadiinta ama qoliyihii zakada diiday ay yiraahdeen anagu zakad bixin mayno waayo rasuulka lagu yiri khud min amwalihim sadaqa nabiga la fareeyay yiraahdeen
meesha nebigiina ma joogo oo dee uu ka tegay meesha. Marka anagu cid kale iskaga dhiibi mayn. Abubakar waa kii marka dagaalka ku qaaday ee yidhi wallaahi low manacuunii cinaaqan ama ciqaalan, labada riwaayadoodba way jiraane, wallaahi hadday waxar diidaan ama hadday dabar diidaan ay bixin jireen xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam, law qaatilannahum calaa mancihi, diidmada ay diideen baa kula dariri doonaa buu yihi Abubakar radiallahu tacaala canhu. Marka amarkaasaa la siinayaa nebiga la leeyahay calayhi salaatu wasalaam, maalkooda sadaqad ka qaad. Marka waana zakadaasoo yani waxa weeye de waa nisaab bay leedahay, qadar ay ku gaadho. Kutubaha fiqhiga inta badan lagaga hadlaa oo markay xaddi gaadho ayaa laga qaadaa dadkii la siinayo. Waataynu ku soo aragnay aayaadkii inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin, awaacdeedana waxaa lagaga hadlaa oo lagu cadeeyaa kutubaha fiqhiga, laakiin qur-aanka iyo yani waxa weye qur-aanku si guud buu uga hadlay. Sunnada nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa faahfaahisay oo wax badan bay ka sheegtay. Culimmada islaamkuna aad ayay u sii faranqeeyeen oy uga hadleen. Marka faahfaahinteeda insha allahu tacaala kutubaha furuucda ayaad ugu noqonaysaan. Waxaana ilaahay farayaa subxaanahu watacaala nabiga markuu dee zakada ka qaado, zakadu waxay leedahay dahiritaan, qofkii laftiisii dahirta, maalkii qofka dahiraysa, isla markaana taskiya u ah. macnaha qofku wuxuu baranayaa waxbixinta, waxa uu baranayaa yani waxa weeyaan oo naftiisu munaafiqnimo ayuu ka nadiifinaya. Waxaanu ku helayaa duco oo nebiga u ducaynaya calayhi salaatu wasalaam, imikadan lafteeda dee waxa sunnaa oo soo aroortay qofka marka sakada laga qaado in loo duceeyo oo ciddan maalka zakada ururinaysa ay ducayso. Hadduu qofku si toosa u siiyo dee qof maxaan ku dhaha dadkii zakada ay ku baxaysayna, ayadana waa inuu duceeyaan wey. Saas baa ilaahay ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam. Saasaanu samayn jirayo mar la odhan jiray yani waxa weeyaan Cabdillaahi ibn abi awfa wuxuu sheegay mar uu aabihii sako yani waxa weeyaan nebiga u geeyay calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu yidhi allaahuma salli calaa aali abi awfa, saa ugu duceeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Mara gabadh u keentayna saasoo kale ayuu iyada iyo zawjeedaba nebigu ugu duceeyay sala allahu calayhi wasalam. Markaas salliga nebigun baa la faray, inuu ugu duceeyo waa bimacna ducaa ayaana looga jeedaa. Innagu markaa idaan nebiga ahayn calayhi salaatu wasalaam inaan idhahno sala allahu calayhi wasalam ama calayhi salaam, faadaa keenayaa dee nebiga ku gaartay calayhi salaatu wasalaam. Saxaabadana waxay iska leeyihiin waxa la yidhahda taradiga, inaynu idhahno radi allahu canhu, ciday caddaatayna saxaabadii nebiga ka mid ahaa ridwaanullaahi calayhim. Ama muslimiinta kale iyaga waa raximahullah, allah u naxariisto, hayaynu odhanaynaa ama caalim weyn ha noqdo ama qof kale ha noqdo, waxaynu odhanaynaa allah u naxariisto. Saasaa loo kala leeyahay ina salaataka salaadaadu sakanun lahum, deganaasha ayay u tahay wallahu samiicun caliim. alam yaclamu, miyaanay ogeyn ana allaha ilaahay huwa isagu yaqbalu tawba, tawbada inuu aqbalo, can cibaadii addoommadiisa uu ka aqbalo, wa yaakhudu sadaqaat, sadaqaatkana inuu isagu qaado. macnaha qofku markuu wax bixinayo sadaqada uu bixinayo ee miskiinka la siinayo ilaahay baaba la wareegay, isagaa meel dhigaya. wa ana allaha yayn ilaahay huwa isagu attawaab, uu yahay ka toobad aqbalka badan. ee addoommadiisu markay usoo noqdaan tawbada ka aqbala, weliba jecel inay tawbad keenaan, arraxiim ee naxariista. marka ilaahay subxaanahu watacaala isaga sadaqada aqbala, oo sidii xadiiska saxiixa ahaa waxa uu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam, ina allaha yaqbalu sadaqa wa yaakhuduha biyamiini, ilaahay wuxuu aqbalaa sadaqada uu bixiyo qofka muminkiihi midigtiisaanu ku qaadaa. fayurabbiiha liaxadikum, ilaahay waa kobciyaa oo wuu koriyaa, sidaa midka idinka midi uu koriyo neefkiisa yar ama yani waxa weeye niriga yar uu koriyo ama darmaanka yar uu koriyo ama dibiga yar uu koriyo ayuu u koriyaa ilaa ay noqoto sadaqadii yarayd ee xabadda timirta ahayd ama dhuubka yani waxa weeyaan ee raashinka ahaa, midla uxud, sida buurta uxud oo kale ay noqonayso ayuu alla koriyaa buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam. oo luqmadii yareedaad bixisay ayaa intaa gaadhaysa.
وقل وحت الى ذا اعمل عمل فلا فسير الله واوارك دونا الى هي عملكم عمل كينا يا ورسوله رسول كيسو يا والمؤمنون مؤمنين تبوي اركيان وي انا وحد كتر هذا كلهم وحد كتر هذا مرافقين وهرنا لا يروق سو شيغي اما غود اهم بدتك للناس جميعا وحد كتر هذا شقايا او هورغلا او واحد يعني واحد وي حقبتا فسير الله واو اركيا الهي عملكم عملك انه ارك دونا يا والرسول ورسول كيس يا والمؤمنون مؤمنين تبا وي اركيان غور ما اركيان مرك وحي ليهين بعض المفسرين ويوم القيامه وي روحا سولن ده بنان كلا سو دغيه ويوم تبلى السرائر وما لن تصير اردن بنان كلا كينيه وي وعسل ما في صدور بحلاب تكجر يوردن أيا بنانك الله صدق يا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية سيد الله إليه سبحانه وتعالى ألك بعض المفسرين إليه إنما يأدون كلاب الله قم موشنا يا الله تصيا وإله سبحانه وتعالى وكو ظاهرين يا ورسولك أركا يا ومؤمنين تأركا يا وعود لشهد الحديث كرسولك عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء دي مد إذن كم ذي هداك حصل لها دحذي سوك وحكوصة مايو ليس له باب كاسون الباب لهاي ولا قوة ضاقتنا لهاي لا أخرج الله عمله للناس كائنا ما كان إلهي عمل كقفكاس وصوت ظاهرية نوع ضربها هذه الله موتي أبناك على كينا ولا قفك دو عمل ونعكسن يهينا يا دو عمل ونعكسن يهينا تدك الله موتينا يهينا قف ونعكسن عمل ونعكسن يهينا هدو قف عم يهينا إلهي سبحانه وتعالى موتينا يهينا ولا تكنت مركا يقف كميت كمركا حواش الله جوا ضو أي مؤمنين ترى عمر خاتي كعان وإلى ذا قف كاس قف ونعكسن بوها وهذا يمر خاتي يسكر عون ونعكسن أنا ديني هو أشيب يساعد يسكر عون وقف عون هنا إن هو أشيب يسوا أنتم شهداء والله في الأرض بيقول النبي عليه الصلاة والسلام وستردون والذين علين دون إلى عالم الغيب والشهادة إلها غيبك وحم مقن يا وحم مغضبة حقوقك كواب الذين علين دونا ويربئكم وذين ورمي دونا بما كنتم تعملون وحد عمل فليسين وآخرون كوكلنا مرجونا والدبد يقول الله سبحانه وتعالى وتوبدو ذي والهكي لأمر الله إلهي أمر كيسا أيال له هكي ووحي الله سبحانه وتعالى وكي يردونه يوحى وكو حكم دورا أي دبل وقود لكي إما يعذبهم إنو عذابه وإما يتوب عليهم يين لغا توبة أقبله والله إلهي عليم وإله علم قبضا حكيم أي حكم كولا يسن لكي بركا فصرين بضا عليه كوانا يغا توبة دودا لدبل وقود لكي أي وقتها دبل وقود لكي ورق دا عذاها ووراكسنا لكن سيكون قطيبا ما لنتا غزوة تبوك هاري وانا صدح دي صحابي اللي ورنجري مرارة ابن ربيع هي كعب بن مالك هي هلال بن أمية حين أقول من دون تحقق دنباء سورة إن إلهي سبحانه وتعالى ودكو أمانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلهي رندونا سبحانه وتعالى مركا كوا وآخرون مرجون لليه ساسا يعني وحوة مفسرين بضن أي كتقين والذين كوا اتخذوا يا شيء مسجدا مساجد ضرارا دباتين يا وحيلين درتين مسجد كو سميستي والذين كوا اتخذوا سميستي مسجدا مساجد كسميستي هيا كم اذا منافقين تي ومنهم هيا توقع دريسا ومنهم وحا كم اذا منافقين تا الذين كوا با كم اذا اتخذوا سميستي مسجدا مساجد كدستي ضرارا ما حيود استي المساجد كضرارا الى عدكو وحيلين إياه كفرا إن إلهي كجعلوا بان إياه تفريقا إن يكوك لجيان بين المؤمنين المؤمنات إياه إرسادا إن يصادف في إسكليان لمن عد حارب الله إلهي لدى قال أنت إياه والرسول ورسول كيس زمان من قبله هذا كار إلهي نهرا وقف لا جودي رسول كان كعررتي دقالنا عضيستي أي ربينين يسوع جود جليانه مدينة أي صدق وقسميا ولا يحلفن وحيكون داران دونان إن أردنا أي ما أردنا ولا ما ننشيد اسمها مساجدك إلا الحسنى وناك مويان وحك لك مليهن والله إلهين يشهد وحوقياي إنهم أيقوا لكاذبون إن بين الليالي هي يلوه سبحانه وتعالى
لا تقم هيستاغن فيه مساجد كاسدح ذي سابدا ورقة هتشوك سنين لمسجد مساجد أسسا لغو أساسي أو لغو بلابي على التقوى على كعبسي من أول يوم ما لنتي كوادبا ما لنتي قشها يساس كمساجدك لبلابي على كعبسي لغو بلي أيا حق مضن أن تقوم فيه إلا سلح تاكتو واتكتكتو واتكو إباديستو فيه وحكسوك المساجدك رجال الرقبة كسوك يحبون تعال أن يتظهروا إلى إسنظيفيان ونجاست الظاهر ونجاست بادن كما إسكان نظيفيان رق يعني وحويان جعل أيا كسوكا والله إلهينا يحب حجال ياي المطهرين قوة إستهرية أيا إلهي جعل ياي لكن ما جعل منافقين تا يعني وحويان دقر قبياشا دون أن إسلام كقيبيان إلهي ما جعل مساجد ذا قلن بلقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يجب ان يكون هناك مسجد ضرار ومعروف كنا في تاريخ الاسلام ويكون هناك مسجد وعلى هذا النبي عليه الصلاه والسلام مركب رئيس المدينه صلى الله عليه وسلم نبى جري ريخ سرجا ابو عامر الرهيب الاولين جري تقول يا انا صار هذا وحكى صبرتي ايوه ريخ بدا الشيخ وها او سي خزرج كوكبي سقا يعني وعوي الا دبا فلي marka wax ka diyaarsadeen de aan laga daba dhufanin markuu nabigu kaleey salaatu wa salaam madiina yimi ee ay ansaartii soo dhaweysay ninkii adiga ahaa aan wax weeye aan dhooftiisu ku margaday markii badar ay dhacday ee muslimiintii magac yeesheena yani wax weeye uu xamili waayay nabigu uu la taliyay oo uu yeeray وغانيي لكن waxba la kama soo qaadin wuxuu bilaabay markaa inuu falaaga noqdo cadawgii muslimiinta isku dhiibo maka u tago ka baxsada magaalada madiina dagaalkii uhud ayuu markaa ka soo qayb qaatay waa ninkii godadka qoday ee godki xataa nabi ku dhacay calayhi salaatu wa salaam ninkii qoday buu ahaa muhammad ee raahibkaas waa dhacday markii badaa uu yimiday ghazwatu uhud isku day inuu ansaartii uu ka sameeyo maxaa ku raadaa dad nabiga ka hor yimaada calayhi salaatu wasalaam marka intaan dagaalku bilaabanin buu isa soo taagay meel fagaar ah isagoo leh dee ninkaani waa ninkii aad garanaysaan waa ninkii sheekha ahaa waa ninkii caabidka ahaa waa ninkii aad taqaanayna taqiga ahaa dee waxaan doonayaa ninkan waxba idinma hayee inaad iskaga kala tagtaan oo isaga iyo tolkii aad isku daysaan nimankii ahlu iimaanka ahay ansaarta ahaa waxay ku yidhahdeen faasiq ayaa tahay ilaahay iyo rasuulkiisaba ka fallaagoobay marka yani waxa weeyaan way nacdaleen aada bay yani waxa weeyaan jawaab kulul ayuu siiyeen heetana markuu ka quustay ayuu gaaladii dees ka soo raacay dagaalkii waa kii dhacay waatii lagu kala food qaaday wuu iska noqday markii nabigu maka furtay wuu ogaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu soo fooleeyahay ayuu baxsaday isaga meesha waxba uma yaalaan waana nin dee yacni waxa weeyaan gaalnimada u dheer tahay cadaawad kale waxaa u tegay ninkii haraqle la odhan jiray romanka markaa xukumi jiray kaasu markaa magangelyo weydiistay aakhirkii markaa kii weeshiis la soo galay inuu hub la siiyo ciidan lagu taageero dadana fariin buu soo dirsaday qoladii madiine joogtay ayuu la soo xidhiidhay khaasatan nimankii munaafiqiinta ahaayadee ayagu diinta dagaalka kula jiray waxa uu markaa qorshaan isagaa dejiyey in masaajid la sameeyo masaajidka si yacni waxa weeye xadhigga uga gooya nabigu calayhi salaatu wasalaam loogu yeedho dadka kalena dee uga yacni waxa weeye uga haybaystaan oo odhan in masaajidkii nabigu ku tukaday baa yacni waxa weeye wax ka socdaan dabadeetana masaajidka marka la dhiso qorshuhu waxa weeye in hub la keeno oo halkaa hub lagu diyaariyo seefiya warmiyada wixii berigaa lagu dagaalamayay isaguna xaggaa ciidan ka soo abaabulo inta halkan joogtaa markaa ciidankaasi markuu yimaado ayaguna ay hub ka qaataan kuwaasina hubkooda la yimaadaan sidaas magaalada dagaal looga rido ha waa yacni waxa weeyaan waa jabhad doonaysa inay magaalada madiine qabsato laakiin dagaalkooda ay ka bilaabaan ama mundalaqoodu noqdo masaajid masaajidda la iska weeraro imika bilowday maa
marka dabadeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu rabay masaajidkii way dhiseen, sana nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam, markaasa waxay ku yidhaahdeen waxaan doonaynaa rasuul allah inaad noogu tukato masaajidka. Masaajidku markaa wuxuu dhow yahay masaajidka la yidhaha masjidu quba, oo qolada la yidhaahdo aws ayaa masaajidka dhisay, qoladana waa khasraj, dadkuna hadda qabiil iyo waxbay. Markaa waxay dhahaa annaguna waxaan doonaynaa masaajidkan ayaan doonaynaa inaad noogu tukato si dadka ducafada ah iyo kuwa yani waxa weeyaan dee aan soo gaari karayn xanuunsan iyo kuwa indhahalay waayeelka waxyaabahaas waqtiyada qabowg iyo roobabku jiraan ay masaajidkan ugu tukadaan ilaan quba uu ku yardheeriyey. Nebigu cabashadoodii uu ka garaabay, laakiin wuxuu ku yidhi iminka waanu anba baxnay oo dagaal baan ku soconay, markaan soo noqonno ayaan insha allah hawsha fulin doonaa. Markuu magaalin gelinkeedu soo jiro magaaladii Madiina, ayaa malakul Jibriil u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caddeeyey masaajidkan iyo ujeedada laga leeyay iyo inuu yahay yacni waxa weeyaan mucaskar laga dhex samaynayo muslimiinta dhexdooda islaamka lagu duminayo. Marka masaajidkaas yacni waxa weeyaan dee go-aanka qaado nebigu halkii uu go-aan ku qaatay ciidan baa la soo diray, nimankii lalama tashanina dhagaxdhagax baa loo qaaday, geebigiisii baa la baabiyey. Wuxuu Madiina soo galay nebigu calayhi salaatu wasalaam masaajidkii oo aan xataa seeskii jirin.